خلينا نبتدي على طول واقول لكم ان احنا عندنا بقى مراحل الاسئله بتاعتنا متقسمين، انا مين او انا ايه، ودي كل الاسره بتشترك فيها، وبعدين صح وغلط واختيارات، ودي بس انتوا الاساتذه انتوا اللي بتجاوبوا، لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. اوكي يلا بينا نبتدي على طول ونقول اول سؤال هنا، انا مين او انا ايه، فيلم مثل فيه عمرو دياب ومديحه كامل ونعيمه الصغير. عودي يا بليا عودي يا بليا عودي يا بليا، اسمه ايه يا ماما؟ خمسه اربعه ثلاثه اتنين، ينفع واحد العفاريت بخ. مش اوكي. السؤال هنا، مين بطل فيلم اخر الرجال المحترمين؟ ايه يا شهد؟ متفرجش على التلفزيون؟ مش كريم عبد العزيز؟ لا ايه؟ اخر رجال المحترمين كريم عبد العزيز كانت ولد اصلا مع ايه؟ كان صغير. لا ما اعرفش. خمسه اربعه ثلاثه سمير غانم. ايه؟ سمير غانم. لا الفنان نور الشريف حقيقه يعني. اوكي. ماشي صفر صفر. هنا تبادل السلع بدون نقود بيسمى؟ ايه الاسئله الجامده دي؟ شفت بقى دي جايه لك، دي المفروض تبقى سهله. تبادل السلع من غير نقود؟ اه اخد حاجه واديك حاجه تبقى اسمها ايه؟ من غير فلوس. معايضه. معايضه. طب ايه؟ في ماشي. سهله جدا من كتر سهولتها مثلا. اوكي ماشي. اخذ السلع والخدمات مقابل عمله معتمده يعني؟ شراء. شكرا. انتوا ليه؟ انتوا من كتر ما السؤال سهل ولا ايه؟ ماشي اوكي. مكتبة رقمية مصرية انشأتها الحكومة في 2016 تعتبر مصدر لمن يرغب في التعلم او الاستمتاع بالقراءة. نقدر نستخدمه بقى في المذاكرة. عندنا بقى حاجات كتيرة قوي، معلومات كتيرة قوي. خمسة. السؤال أربعة. مكتبة رقمية مصرية أنشأتها الحكومة في 2016 تعتبر مصدر لمن يرغب في التعلم أو الاستمتاع بالقراءة. خمسة أربعة. طب ولو أنتوا مش عارفين؟ تلاتة. ما بتستخدموهاش في المدرسة؟ اتنين واحد. قلم. بنك المعرفة. ما قلتلكش بقى. ماشي. تتنفس السمكة عن طريق الخياشيم. شكرا فندم، شكرا جدا. وبكده نبقى خلصنا الجزء الاول وصحصحنا كده وفوقنا، واضح ان احنا لسه مش مفوقين قوي.